السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحتين 12 و13 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. عندنا اليوم اكتيفيتي دو ليكتور، يعني أنشطة ديال القراءة، وغنقراو فيها واحد النص. النص الأول تكست 1 عنوانه Aminata et ses amis. Amina ou Sahaba. Aminata et ses amis. Had Aminata wa ism Afriqi ghaliban idan hiya hadi. Had el bint hadi hiya elli smitha Aminata wa asdiqa'uha. Hna el su'al el mihwari f had el nhar shna huwa huwa a quoi aimes-tu jouer avec tes amis? باياش كيعجبك تلعب انت وفاياش كيعجبك تلعب انت وصحاباتك، انت وصحاباتك او انت وصحابك، فهمت؟ شنو الفرق ما بين امي هنا وامي هنا؟ امي هنا يعني صحابات. اول حاجه نشوفو هي الاسئله ديال الملاحظه، اسئله الملاحظه اللي كتكون في الصفحه 13. جو دي سكو جو فوا، نقول داكشي اللي كنشوف. Qu'est-ce que nous voyons sur la Qui vois-tu sur la première image? Qu'est-ce que tu vois 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 un papa, une maman et des enfants? Qu'est-ce que tu vois un ou un homme ou un enfant? ولا كتشوف دي في ولا كتشوف اطفال بنات عفوا ولا كتشوف بنيات دي في ولا كتشوف دو في اي ان غارسون ولا كتشوف جوج بنات وواحد الولد. اذا شنو كتشوف؟ واش اب وام ولادهم ولا هادو بنات كاملين ولا كاينه جوج بنات وولد؟ بطبيعه الحال كاينه جوج بنات وولد. اذا في النهايه الصحيحه هي هو الاقتراح سي، هو الصحيح. اذا هذه هي الصحيح. عندنا شنو عندنا؟ دو في اي ان غارسون. دابا ندوزو لا دوزيام ايماج. لا دوزيام ايماج هي هذه الصوره الثانيه. شنو كيبان لنا في هذه الصوره الثانيه؟ كاينه جوج بنات كيلعبوا لا كورد وكاينه جوج ولاد كيلعبوا البيل. اذا شنو عندنا؟ دو في كيجو على كورد اي دو غارسون كيجو او بي. جوج دراري كيلعبوا البي وجوج بنات كيلعبوا على كورد. نشوفوا هنا السؤال اللي عطينا، اقتراحات اللي عطينا. قالك اكوا جو لي زونفون، شنو كيلعبوا الاطفال؟ اكوا جو لي زونفون، واش يلجو او بي على كورد؟ صح صحيح. واش يلجو اكاش كاش كيلعبوا كاش كاش؟ لا خطا. واش يلجو او بالون؟ اذا شنو اللي صحيح؟ يلجو او بي اي على كورد، ما كيلعبوش كاش كاش وما كيلعبوش الكرة، واضح؟ إذن يجو او بي اي على كورد. هذا بالنسبة. نشوفو دابا السؤال الثالث، كو مونجتيل؟ نشوفو هذه في الصورة الثالثة، هذا السؤال على الصورة الثالثة، كو مونجتيل؟ كنلاحظو أنهم شنو كياكلو هنايا؟ لاحظ شنو كياكلو؟ سيت اون بوم، دي بانان، كياكلو تفاحة، شوية بانان، شنو آخر؟ هنا كنشوفو دو شوكولا، شوكولات، دو شوكولا، إذا دي بانان إي أون بوم، هادشي اللي كياكلو هاد الوليدات. إذا شنو نقولو؟ كو مونج لي زونفون؟ نقولو لي زونفون مونج أون بانان، دو شوكولا، إي أون بوم. واضح؟ دابا شنو بقالنا؟ نشوفو نقراو هاد لو تيكست ونشرحو، نقراو النص. Aminata et ses amis. Aminata ou Sahabata ou Sahaba. Aminata et ses amis. Le samedi, Aminata, Reda et Nisrin. Aminata ou Reda ou Nisrin vont au parc. Mchaou le parc. Chnaou le parc. Le parc ou Hadika. Et chnaou le farc mabin. بارك و جاردان. جاردان هو جريده حديقه، ولكن لو بارك شنو مختلف عليه؟ شنو زايد عليه؟ لو بارك فيه لي جو،
في الالعاب بارك كيكونوا فيه الالعاب ديك الزليقه ديك حيطوشه هذه اللي كيتسمى لو بارك ولكن لو جاردان كيكون فيه غير الجرده فيه المناظر فيه غابه فيه غازو فيه مناظر فقط اما بارك كيكون فيه الالعاب ديال الدراري Les enfants jouent aux billes, l'atfal, l'ouïdat, qui l'abou, le bi, yani qui l'abou, dès que je ketsma. Et donc le bi, c'est le kulla, qui l'abou, le kulla. Et à la corde, qui l'abou, bêche, le kurda, yani le hibel. Après, من بعد, il se repose sur le bon. من بعد, qui irtaho fait le bon. Le bon, je sais pas, le bon, où est le kursi? Le bon. كتسمع صحاب اللي كيلعبوا الكره كيقول لك راه اللاعبين سون او بون توش يعني في لو بون ديال توش يعني في هاد الدكه البدلاء او هاد الكرسي اللي كيكون هنا هذا لو بون كيتسمى كيتكتب لو بون بحال هاد السي ما كتقراش لو بون واضح اذا كاز كيجلسوا من كيعياو كيجلسوا في هاد لو بون يعني في هاد الكرسي لي زامي برين لو غوتي الاصدقاء كيديروا كاسكروت برين le goûter et partage tout ok تقاسموا كل شيء يعني شي كيدوق شي كل واحد جايب ديالو من دارو ولكن كيدوقوا بعضياتهم هي هذه يتقاسمون كل شيء et partage tout le chocolat شوكولات le nougat nougat هي ديك بحال الذره كيكون فيها العسل او بحال كاوكاو كيكون فيه العسل ملصق les biscuits بسكوي راه معروف et les bananes والموز Les enfants sont heureux. Les enfants sont heureux. Voilà qui est le thème H de la liaison. Les enfants sont heureux. Qui met dans les enfants. Les enfants sont heureux. Voilà. D'abord, nous allons lire le nas. Qira a le mot. Aminata et Zami le samedi. Aminata, Reda et Nesrin vont au parc. Les enfants jouent aux billes et à la corde. Après, ils se reposent. Sur le bon. Les amis prennent le goûter et partagent tout. Le chocolat, le nougat, les biscuits et les bananes. Les enfants sont heureux. نشوفوا هنا لي زوتي اللي عندنا ادوات لو ou les قال لك trouve des mots avec لقينا كلمات في النص اللي فيهم لو او فيهم لي لو راه كتقال المفرد اللي كان واحد اللي كتقال بزاف مثلا هذا سميتو لو ستيلو ولكن اللي كانوا بزاف كنقولوا لي ستيلو بزاف ديال ستيلوات دون لو تيكست اي اونتور لي اذا لاحظوا معايا لو ولي اللي كاينه في النص وغنحاولوا ندوروا عليهم لو سامدي هو لو عندنا لو فين كاينه هنا عاود لو بون ثم عندنا لو شوكولا ثم عندنا لو غوتي نسينا ما شفناش لو غوتي وعندنا شنو عندنا اخر لو نوغا ثم دابا غنشوفوا فين كاينه لي كاينه لي زونفون كما كتشوفوا كاينه لي بسكوي كاينه لي بانان ثم كاينه لي زامي كاينه لي زونفون عاود ثم صافي هادشي اللي كاين هادو اللي كاينين في النص دابا نشوفوا اسئله ديال الفهم نشوفوا اسئله الفهم عندنا هنا جيكوت اي جو كومبرون
استمعوا وافهم. سمعنا لو تيكست. Comment s'appellent les enfants? شنو سميت الاطفال؟ Comment s'appellent les enfants? نمشيو للنص ونعرفوا الاسماء ديال الاطفال. الاطفال هما شكون؟ Les enfants s'appellent Aminata, Reda et Nesrin. الاطفال هما أمينتا وريضة ونسرين هذوك اللي مشاو للحديقة باش يلعبوا. السؤال الثاني où vont les enfants? فين مشاو الاطفال؟ où vont فين غادي الاطفال؟ فين مشاو؟ où vont les enfants? الجواب غتقول له ils vont au parc. ils vont au parc ou bien au jardin. اللي بغيتي تقول قلت لكم بان الفرق ما بين البارك والجردة. البارك فيه الالعاب، الجردة ما فيهاش الالعاب، فيها الطبيعه والازهار فقط. هنا كل جور شمن نهار مشاو فيه كما كاينه في النص. كل جور الى نهار اللي مشاو فيه لو سامدي. مشاو لو سامدي، مشاو الى نهار، مشاو نهار السبت. نهار السبت ربما ما كيقراوش ذاك النهار، مشاو فيه لو بارك. هنا كو بارطاجتيل، شنو ذوقوا بعضياتهم؟ شنو تفرقوا بعضياتهم؟ ماذا تقاسموا بينهم؟ شنو فرقوا على بعضياتهم؟ شي دوق شي شنو دوقوا بعضياتهم؟ نقولوا il partage les aliments. دوقوا بعضياتهم الماكله. شنو هو في هذه الماكله؟ شنو في الماكله؟ لي بانان، بانان، شوكولا، شوكولات، بسكوي يعني الباستا، والنوغا. النوغا كتكون كما كتعرفوا هي هذيك الذره اللي كيكون فيها العسل الداخل كتباع. واضح؟ اذا هادشي اللي ذوقوا بعضياتهم. ثم عندنا هنا Je comprends mieux le texte, نفهم أكثر النص. Est-ce que les enfants se disputent? واش الدراري كيتخاصموا بيناتهم ولا كيتدابزوا بيناتهم؟ واش شتيهم كيتناقروا ولا كيتشادوا ولا كيتناقشوا ولا كيتدابزوا؟ واش هذا الشيء وقع؟ Non, les enfants ne se disputent pas. الدراري بخير ما كيتناقشوا ما كيتدابزوا. واضح؟ إذا السؤال الموالي Est-ce que les enfants s'amusent bien? واش كانوا مستمتعين؟ واش كانوا فرحانين؟ واش كانوا مستمتعين؟ كيلعبوا ناشطين؟ يجو كانوا كيلعبوا كيجريو كور صوت كينقزوا كياكلوا مونج. دونك il s'amuse bien يعني ناشطين مستمتعين. فهمت؟ وكانوا ما مستمتعينش يجلسوا غضبانين، ما يلعبوا ما يجريو ما ينقزوا ما ياكلوا. واضح؟ إذا il s'amuse bien. هنا est-ce que les enfants sont contents؟ واش هما فرحانين؟ هنا l'expression de leur visage قالك التعابير ديال الوجه ديالهم. الوجه ديالهم كيفاش كان؟ مبتسم سوريون يعني leur visage سوريون. الوجوه ديالهم المبتسمة montre qu'ils sont heureux، كتبين بأنهم فرحانين. لاحظوا لاحظوا الوجه ديالهم هنا، شوف كيفاش كيضحكوا كاملين. واش هادو مقلقين؟ لا. هنا تاني كيفاش كيضحكوا كاملين؟ لاحظ هادو تاني شوف كلهم ضاحكين. اذا راهم ما مقلقينش، ناشطين مع راسهم وفرحانين. واضح؟ هنا غنوصلوا جو دون مون افي، نعطي الراي ديالي. فاش نعطي الراي ديالي؟ اسكو تو ام بارطاجي طون غوتي افيك تي زامي؟ واش ملي كتجيب مثلا المدرسه كتجيب كاسكروت ديالك ولا الكوتي ديالك، واش كتذوق؟ كيعجبك تذوق صحابك ولا لا؟ واش كيعجبك تذوق صحابك ولا لا؟ هنا طبيعة الحال الاراء كتختلف، كاين اللي كيعجبو يدوق كاين اللي ما كيعجبوش يدوق. اذا كل واحد فيكم هنا كاين اللي يقول وي جيم بارطاجي مون غوتي افيك مي زامي، اييه كيعجبني ندوق صحابي. مثلا شريتي حلوى وشريتي باستا وجبتي معاك تفاحه من الدار او ليمونه او بنانا، كيعجبك تذوق صحابك. وكاين اللي يقول لك نو جنيم با، انا ما كيعجبنيش ندوق، كل ياكل ديالو. فهمت؟ اللي جايب شي حاجه من دارهم ياكلها. وماشي انكم تضحكوا على هذا اللي قال، كل واحد ورايه. لان علاش هذا قال جو دون مون افي، نعطي الراي ديالي. فهمت؟ بلا ما تاثر بالاراء ديال الاخرين. نمر الان لجولي ا اوت فوا، نقرا بصوت مرتفع لو باساج اون كولور دون لو تيكست. نقرا داك الطريف اللي بالالوان في النص. فين هو الطريف اللي بالالوان؟ هو هذا لي زامي برين لو غوتي اي بارطاج تو. الاصدقاء كياخذوا الكوتي وكيقسموا بيناتهم كل شيء. Les amis prennent le goûter et partagent tout. ثم هنا عندنا جاميليور وحسنوا النطق ديالي. جاميليور ما برونونسياسيون، النطق ديالي نحسنوا يعني نقرا تطلق اللسان. واضح؟ اذا شنو عندي هنايا؟ عندي ما مي مو لا لي لو با بي بو نا نو ني بانان ليمونادة بيسيكليت
Ami, tomate, Aminata mange un ananas. Banane, banane, limonade, limonada, bicyclette, bicyclette, ami, sadiq, tomate, matécha. Aminata mange un ananas. Aminata, que tu as un ananas. واضح احنا عندنا واحد لو بويم هنايا في الاخر غنحاول نقراوه. جميع كوان بويزي يعني القنيه ديال الشعر عندنا لا كونتينو النشيد. بونجور هو صباح الخير او يوم سعيد اللي بغيتي. بونجور مي زامي يوم سعيد اصدقائي. انا ماشي اصدقائي انا صديقاتي لان فيها او ديال المؤنث. يوم سعيد صديقاتي. بونجور مو روفوالا. يوم سعيد هنا عاود جيت. مو روفوالا هنا جيت. بونجور مي زامي اهلا صحاباتي. فاطمه اتي ليلا اهلا صحاباتي. فاطمه اتي ليلا. بونجور مي زامي اهلا صحاباتي. بونجور كومون سافا كي دايرين. بونجور يعني يوم سعيد. كي دايرين كومون سافا كي دايرين واش لاباس عليكم. اذا نعاودو بونجور. بونجور مي زامي بونجور مي روفوالا. بونجور مي زامي فاطمه تو اتي ليلا. بونجور مي زامي بونجور كومون سافا. بونجور كومون سافا. هذا حنا ندوزو نشوفو لو بويم اللي عندنا لتحت. الشعر القصيدة الشعرية اللي عندنا هنايا لتحت. لاحظوا معايا ماري اي موا. ماري وانا. ماريا وانا. ماري اي موا اون سيم بيان. ماريا وانا كنبغيو بعضياتنا. عزيز عليا وانا عزيز عليها. نو بارتاجون كندوقو بعضياتنا. نو بوتي بان الخبز ديالنا صغيور يعني دوك الطريفات الخبز الصغار انا كندوقها خبيز هي كدوقني خبيز. الغي كتضحك بارفوا بعض المرات. بوغ ان غيا على والو كتقعد تضحك بحال شي هبيله كتضحك على والو. جو لا ليس غير انا كنخليها تضحك. سون فان خليها تضحك مع راسها مادام بعض المرات هي راشقه لها وكتضحك خليها تضحك. اذا ماري اي موا. ماري اي موا اون سيم بيان. اون سيم بيان نو بارتاجون نو بوتي بان. نو بارتاجون نو بوتي بان. ال ري بارفوا بور ان ريان. ال ري بارفوا pour un rien. Je la laisse rire sans fin. Je la laisse rire sans fin. Voilà, هذه هي الصفحتين 12 و 13 معاهم الى اللقاء.